السلام عليكم يا حبايبي. بعد الفطير اللي شفتوه المره اللي من حوالي نص ساعه اللي هو ده، رجعنا لكم تاني باحلى رقاق، احلى 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 رقاق خاطر، رقاق بالسمنه والقشطه والزبده. ايه الحلاوه دي؟ جميل جميل جميل. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. حلويات ست هنونه وبس، حلويات ست. ده رقاق خاطر يا ست الكل. رقاق؟ ايوه يا ست الكل. يعني ايه هو اسمه رقاق خاطر؟ في بلدنا اسمه رقاق خاطر. طعمه عامل ايه؟ طعمه عسل، اللي عليه زبده وقشطه يبقى طعمه ايه؟ يتاكل به عسل ابيض، يتاكل به عسل اسمر، يتاكل به جبنه، يتاكل به اي حاجه. هو ده يا ست هنونه صح؟ ايوه يا ست الكل، ايوه هو ده العجين يا ست الكل. بنشيل العجينه كده اهيت. دي على الصاجه نفسها. ايوه. ما تحطيش في صينيه ولا في حاجه. لا دي اسمه رقاق الخفر اللي بنعمل على الصاجه نفسها. اللهم صلي اللهم صل. عارفه البنت العسوله دي هي اللي عامله معايا الرقاق. عسل. ودي طبعا البنت المجهول مراتي بصراحه اللي بتعمل حاجات كتير ما شاء الله. لا مراتي ابني ديت مش الجندي المجهول. ده الجندي المعدوم. اه مش المجهول. ايه اللي جهل؟ ايه اللي جهلها؟ ده هي هنا كمان يعني مش موجود. ده هي هنا الكل في الكل. بتكيني خالص. ده هي هنا الكل في الكل يا فندم. على فكره يا جماعه والله بجد بامانه انا اول مره اصلا ادوق الرقاق الخطف ده اصلا من اسمه كده. انا قلت ايه اللي خطفه يعني؟ لا والله ما حد خطف وانخطف لوحده، وما حدش خطف وانخطف لوحده. بس هو قريب من طعم الفطير. الفطير ابو خميره قريب من طعم الفطير ابو خميره. دي زي الفطير، دي زي الفطير احنا بنستعمله، احنا كنا عاملينه دلوقتي. بس الفرق بينهم ايه؟ ان الفطيره ما بنحطلوش لبن رايب، دي بنحط لبن رايب. يعني ده بيتعمل بلبن رايب وزبده وقشطه. يبقى ده الفطير الصغير بقى اللي هو باللبن الرايب. ايوه اسمه عندنا هنا في بلدنا، اسمه في بلدنا رقاق خطف يا ست الكل. ايوه يا ست الكل اسمه رقاق خطف او رقاق طري على حسب ما بس هو يعني الاكيد بتاعه رقاق خطف زي العسل. انا عايز اربعه. واحنا قلنا مره اللي شاف غير اللي ده، اللي شاف غير اللي ده. انا بقول لحضرتك هو اللي شاف غير اللي ده. شايفين دلوقتي وشوفوا. الفصل انا اكلت صراحه، اكلت رقاق الخط زي ما كان عندي فضول ان انا اعرف يعني ايه رقاق خط. عقبال ما تدوم كمان يا رب يا رب. مرحبا بقى بالضيف يا الف مرحب بكل من ساهم وفكر وشارك يكلم ست هنون او يدخل اللايف مع ست هنون. اللي معانا ده رقاق خطف. رقاق خطف بعد الرقاق الخطف كمان هيبقى فيه عيش ان شاء الله. في عيش مشقق على المطرحه اسمه عيش قمح. اسمه عيش قمح. بنشيل العيش القمح ونشققه على المطرحه على ايدينا. بنشيل العيش ونشققه على ايدينا. الحلو كله تلاقيه عند ست هنونه. الحلو كله عند ست هنونه. اللي معاش يجي عيش هنا عند ست هنونه. واللي ما دقش يجي دهن عند ست هنونه. ست هنونه يعني الجمال. يا نهار ابيض والله ما عملت حاجه يا فندم. اللي فات كنا بنعمل الفطير ده. شوف حضرتك الفطير ده اللي كان معانا في اللايف اللي فات هو اللي فات. والله ما عملت حاجه يا سعاده المستشار. بتقول ايه؟ والله ما عملت حاجه يا سعاده المستشار. انا خبستي بس. خبستي بس. وكمان دلوقتي بقى ده وسع 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 وسع. اوعى وشك اوعى وشك. ده الرقاق الخط. اوعى وشك ست هنونه وبس. ست هنونه بتقدم الجديد. الجديد يا ولاد. الجديد عن ست هنونه. ست هنونه ست هنونه ست هنونه. يا رب يا سعادة المستشار. ايه الحلاوة دي؟ حلاوة ست هنون، حلاوة زمان يا ولا. طلعت رحال يا ولا. اعملي كمان واحدة رش اللحظة كمان.
اللهم صل على حضرة النبي. تعجينه بيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن زبدة وقشطة وشوية ملح وخميرة ولبن رايب ودقيق. عشان يطلع بالجمال ده. عشان يطلع بالطعمة والجمال دي. الحلو عندنا والمسهل ربنا. الحلو عندنا والمسهل ربنا. كله عندنا. وست هنونة وما تصدقش. ولما نقول ست هنونة يعني الحلاوة، يعني الجمال، يا حلاوة المولد. بص بص الحركة دي. شفت شفت اللقطة دي؟ جميل جميل جدا. ايه ايه الحلاوة دي؟ حلواني حلواني يا ولاد. شايف القهر بتاع الفطيرة؟ بسم الله ما شاء الله. عسل. نسميه فطير. نسميه فطير. ايوه نسميه فطير. سموا زي ما تسموا، المهم هو بلدنا اسمه الاخر، الاطري. طيب. نسميه فطير بخميرة. طب نسميه. الخطف ده يجيب لك الرقاق اللي احنا بناكله اللي هو الناشف. لا الرقاق الخطف ده رقاق، انا اسمه الناشف ده اسمه رقاق مغطس، رقاق غطس. اللي يبقى على البط. الرقاق الغطس يبقى على البط. وشوربة الدكر البط بقى، وما ادراك ما شوربة الدكر البط. يعني الرقاق اللي هو الغطس اللي انت بتقول عليه ده اللي هو الناشف. ايوه الرقاق الناشف. الرقاق الناشف اسمه رقاق غطس. الرقاق الغطس ده بيبقى ناشف، بنغطسه في الشوربه بتاع البط وبنحط له، والله على حسب الوضع. على حسب الوضع. تعالى الله يا ام شهد وانا هقرص. جايه هي يا ابو محمد. هتقرصي بقى العيش؟ ايوه. هنشوف بقى كمان بتقرصي العيش. ماشي يا عسل. العيش البلدي. العيش القمح. القمح. ايوه. انا جايه اهو. بتبلق ده وبعد كده. اهو. ادي الرغيف قطعه قطعه متساويه كده ماشي اهوت. ايوه بقرص او بعمله قطعه متساويه. قطعه متساويه. ايوه وبسيبه حوالي 10 دقائق يرتاح يسمى بقى يرفع. واروح جايه مقدمه اولعها الفرن وخبزاه، اشيله من على الطاوله ارقه على ايديا وروح جاي حطها على المطرحه وهب بالسكينه وقطعها اتنين. وبص بص الحلقه دي وشفت شفت اللقطه دي. احنا النهارده مع الست هنونه من كتير اللي خط العيش ما شاء الله، عيش بلدي، عيش قمح، عيش قمح مشقق. يعني بتشيليه بعد ما تخلصيه؟ بعد ما اخلص اخبز بشيل الرغيف كده وافرده واحطه على المطرحه وارحه واروح جايه شقاه بالسكينه اتنين وارميه في الفرن، بيطلعوا شقتين جمال. بيطلعوا شقتين جمال جمال. عشان كده اسمه شقه. مش اسمه عيش قمح شقق. العيش القمح الشقق. اتعلمت الحاجات دي فين بقى؟ من ماما. من والدتي. من ماما الله يرحمها. هي اللي كانت بتعمل لكم العيش. هي احنا كنا احنا فلاحين. على فكره احنا انا اخر بنت في البنات. احنا رقم رقم 8 رقم 8 في البنات. وطبعا ابويا كان فلاح الله يرحمه، كان هيجيب لنا منين؟ كنا معتمدين كل جزء على الزراعه، الزراعه والخبيز. نزرع القمح ونزرع كل حاجه ونعمل كل حاجه، نعمل كل حاجه زي ما انت شايفه كده. شوفوا مين اللي شوفوا مين اللي بيرن على التليفون. السلام عليكم. ايوه يا ست الكل. مع حضرتك يا فندم. ان شاء الله يا فندم. البلدي اللي حضراتكم شايفينه ده يوم يوم الاربعاء يا فندم. يا فندم. طب ما تقعدي يا ست هنونه وتعملي اللي انت عايزاه. لا ده. هي معايا تصوير يا فندم. اللي انت بتعملي ده ما تقعدي على الكرسي اللي وراك. انا معايا تصوير يا فندم. ثواني وهكلم حضرتك. ماشي افصلي يا جنى. بقول لك يا ست هنونه. نعم يا حبيبتي. عشان كده تعب نفسك. ولا تعب ولا حاجه. قدام الفرن. يا حبيبه قلبي انا عندي هنا كل حاجه بسرعه.
يعني عايزه تخلصي بسرعه عشان أيوة. قاعده ايوه ما اعرفش اشتغل وانا قاعده. احنا كده في عصر السرعه لازم تقفي. عشان عايزه انا بقى اقعد استكل. ايوه عشان ما تتعبيش نفسك. ده احنا عنين اهوت. الحلو حلو. عايزه تعملي يعني عايزه تعملي يعني عايشه في المطرحه مش مشقه هتعمله لك كده على هتعلمي من تيتا بقى؟ لا يا لا اتعلمت منها الرقاب. اتعلمت منها الرقاب لسه ما اتعلمتش منها. الحلو حلو يا ست الكل وكل ست الكل تلاقي عن ست هنون. العيش شفتي بص بص الحركه دي لما بتحط كله بقى بيبقى قد بعضه تقريبا من بعضه تقريبا ايوه تقريبا لما بتحط ده عيش قمح بقى عيش قمح مشقق على المطرحه كده ايه؟ دقيق وميه وملح وخميره دقيق وميه دقيق غله دقيق غله مش زيرو دي غله ما هوش دي زيرو كل دقيق ايوه دي قمح ده دي قمح اه غير دي الزيرو اه دي الزيرو دي حاجه تانية بيتعمل فيه عيش تاني بقى اي دي الزيرو ده مجعلينه احنا مخصصينه الفطير والقرقيش والقراص والحاجات دي اما دي اسمه عيش قمح بعيش قمح دي الغله هو الفطير بيبقى بعيش الزيرو ايوه الزيرو. ايوه استكول والرقاق الخضر بدي ايه زيرو بردك دي زيرو ايوه انما ده الوحيد اللي بيديه قمح وساعات برضك بنحط عليه زيرو على حسب الاوردر اللي عايزه الاول يعني في ناس في ناس احمد بيقول خلصت المشلتت كله يا عم والله يا ابني لا في المشلتت اهو موجود اهو موجود انا رأى خط بنات لسه المشلتت هاخده لسه ده للغدا موجود يا فندم يا استاذ احمد احنا دلوقتي وصلنا لمرحله ثالثه العيش المرحله الثانيه كان رأى الخط اللي هناك ده يا فندم هناك هو اكيد شايف حضرتك طعمه جميل جدا جدا بس انا طبعا كنت مع ست هنونه وهي بتقول رقاق خضر فانا قلت لها لا المفروض ما يبقاش اسمه كده المفروض يبقى اسمه فطير بالزبادي من فطير بخميره بالرايب اللي هو اللبن الرايب ما هو ده هو ده طعمه جميل جدا وكلمه رقاق اصلا بقى بتوصل لنا يا ست هنونه الرقاق اللي هو الناشف الرقاق الناشف اللي هو اسمه زي الجلاش لا احنا عندنا الرقاق الناشف ده بنعمله بدقيق الذره على بنعجنه بالزيرو ونبططه على دقيق الذره اسمه رقم مغطس بيتغطس على شوربه البط ايش معنى تقول اللي ما عندوش بط يعمل ايه يعمل مكعب مرقه من الدجاج مغطس في شوربه ال تمام احنا مربيين البط في البط طالع في حته عشان لما نيجي نجوز البنات الخمس أيوة. بنات لما تيجي تجوزي البنات يا أيوة. جماعه ده كمان مربيه بط غير ايوه البنات. ايوه يعني عرض مغري خالص ايوه مش احنا قلنا مش احنا قلنا اهو البط هو البط جوه بياكل الرده جنبها اللي شايف بقى راس البط هناك ايه ايوه احنا عاملين البط عشان يعني البنات احنا بنغري اللي بيجي يتجوز واحده من عندنا احنا بنغري يعني بط وفطير ورقاق ايوه الدنيا خلاص تمام يا استاذ احمد احنا بنغري اللي بيجي يتجوز عيله من عيله من عندنا بتغريه ايوه وبنشهيصه الحمد لله قربنا نخلص اهو التقريص ده العيش القمح ايوه ده كده خلص فضل غير واحد صغنن بنعمله للبنت دي بتشيله بنعلمها الشياله فيه اهو بس كده خلاص ده بقى لجانا بتشيله الاغاني ايوه صغيره كده الجانا ايوه لها كل حاجه يلا الحمد لله هنقوم دلوقتي نرد العيش هنا نرد العيش مكانه على ما يرفع 10 دقايق ونبدا شغل فيه عشان لو بدانا دلوقتي هيبقى وشه مبقع رقم واحد ايوه رقم اثنين مش هيتفرد معانا هيدوخنا على ما يتفرد مش هيتفرد بسهوله ايمن وهب بعت لك السلام وبقول لك ربنا يكرمك يا رب ويوسع عليك يا رب احنا وانت يا فندم تعبناك النهارده معانا ستة هنوم ولا تعب ولا حاجه هبدا اكل عيش ربنا يديك الصحه يا رب وتطول عمرك ادي كده شوفوا رصناهم ازاي هنجيب بقى طاوله ونروح جايه مغطيهم بهم يرفع هاتي سكرة عويست الكل تعالي بقى كلمينا عن الرؤى الجميل الرؤى الخاص اللي لسه داخل دلوقتي وعايز يعرف ورينا بقى اللي شالنا اللهم صل على النبي اللهم صل اللهم صل حلويات وبيحكي الرؤى اللي
اسمه عندي لغط الخط. على فكره يا جماعه طعمه جميل جدا. شوف الرائحه، انا اول مره بجد ادوقه. شوف الرائحه، بس لما اكلته ما اللهم صل على النبي. اسمع، على غير مصمم. وطري وطري خالص ازاي؟ ده يتقال عليه فطير، يتقال عليها بسكوت. أيوه. يتقال عليها ميتي. وريني وريني كده، افتحيه كده وريني. ده يا جماعه يتفطر بيه الصبح على جبنه بيضاء، عسل، جبنه حادقه، مربى، قشطه. شايفه ده نايتي، ده جميل نايتي جدا. جميل نايتي ما شاء الله بجد. ايوه ده نايتي، وايه اللي خلاها نايتي؟ عشان ست همنا اللي عندها. خبطت كمان اللوكيشن بسرعه يا جماعه. يلا بقى. حاضر يا استاذ احمد، هنبعت لك. بجد يا جماعه الرواق ده طعمه ملوش حل بجد والله. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده جميله جدا. حلو حلو يا ولا. طعمه عامل ايه رايك فيه؟ على فكره يعني رايك فين؟ بتسالني على حاجه انا عاملاها؟ انت اللي عاملاها. على فكره احنا لنا في الرؤى ده، احسن صاحبه الاوردر اللي فاكره ان انا باكله، اللي انا في الرؤى ده انا بحط عشان عيالي. امال انت بتبيع بالكيلو بقى ولا بيتباع بايه؟ بعمله الكيلو دقيق يا ست الكل. الكيلو دقيق؟ ايوه يا ست الكل. انت احلى حاجه فيك انك لما تيجي تعملي اوردر لحد بتعملي دقيق. يعني انا لاحظت الموضوع ده برضه في موضوع القرص. ايوه يا ست الكل. ايوه. بتيجي تعملي برضه الرؤى الخاصه ليكي؟ انا بعمل الرقاق، بوزن من السكره الكيلو او الاثنين كيلو على حسب الاوردر اللي عايزه. الكيلو كام؟ الكيلو على الهوا. ب 120 على الهوا. لا لا، الهوا هو اللي في الحقيقه. انا على فكره انا ما هي دي عندي ذمه واحده، واللي عايز بيجي واللي مش عايز كل واحد له رزق. تمام. والله ما صلى على النبي. بوزنه دقيق، مش بوزنه بعد ما يطلع من الصاجه. هي يا فندم من قريه ميت خان تبع مركز شبين، طبعا محافظة المنوفية. قول لنا الرقم التليفوني ست همام. رقم تليفوني 010 90 6 7 1 6 5 6 6 هنوم. وكمان يا جماعة والله الحاجة هنا بتتعمل بكل حب، يعني هي طول ما هي بتعملها كده بتغني للرسول وبتغني حاجة وبتقول حاجات حلوة. الحمد لله والشكر، ربنا يقربنا إليه يا رب ونروح نزوره. يعني انا شفتك ما شاء الله، يعني بجد وشك بشوش كده ست هنونة. يا رب يا اختي يا رب، واكون فداك عند النبي عليه الصلاه والسلام، وانا ما بطلش غنى ولا هناك عند النبي، واخدمكم كلكم بعيني. يا رب اروح اكون خدامه لكم هناك في الحرم. الله يخليك يا ست هنونة، وادعوا لي في الحرم يا رايحين الحرم. وادي الايد اليمين في المطبخ اهي، خلصنا بتغسل الطبق. مشاهد ديت مرات ابنك. انا مرات ابني. لا هي بنتي، هي مرات ابني بس هي بنتي. اللهم صل على النبي. ديت ايدي اليمين في المطبخ. المول بقى في حقها كلمتين حلوين احسن تغضب مني. ام شهد عندك كلام حلو. ام شهد ديت، ام شهد ما فيش زيها في الدنيا. ما بتحرمش منها. كلمتها معايا هنا زي الساعة. لا بتقدم ولا بتأخر. يعني هي زي السهله بتقدم. ايوه احنا مخلينها بس معانا عشان العيال بيحبوه. عشان العيال هتنزل المره. عشان العيال بيحبوها. طبعا اللي كان متابع معانا النهارده الفرن الصبح عقبال ما قاد، هي كمان الست اللي احلى حاجه فيها شوفي الحمد لله الشرابه حلوه شغالها وبقى حلو من تحت. نروح بقى اما نخبز. اما نخبز بقى العيش، نروح جايبين حاطين صينيه رز ببصل دسينا في الفرن، جايبين حتتين بطاطا ونحطهم في الفرن. استغل الفرن. ايوه ما انا هسيبه كده مولع كده وخلاص، وروح على ما نعم جوه رز معمر، اي صينيه فراخ بطاطس بالفراخ، نسوي فرخ، اي حاجه في الفرن، ونروح جايين قافلين عليه حوالي ساعه الا ربع، وتلاقيها طالعه وتلاقيها طالعه ايه حمراء من فوق ومن تحت ومقليه. استفادي من الفرن بقى، يعني انت النهارده ما شاء الله عملنا فطير ان شاء الله، وعملنا رقاق، أيوة. وعملنا العيش. عيش. ايوه يعني الفرن ده منه تعب قبل ما بتعمليه. طبعا فبتعملي فيه كذا حاجه. ايوه وهو ده اوردرات. احنا بقى احنا لما نكون هناخد بخلنا احنا صينيه سمك، صينيه رز، اي صينيه، صينيه فرخه، صينيه بطاطس بالفراخ، صينيه لحمه، طاجن بامي. النهارده ما فيش صواني بقى. لا النهارده ما فيش صواني، لان انا ما شفتش صواني. لا النهارده ما عملناش صواني، احنا كنا عاملين بطاطس امبارح. يبقى احنا بنعمل الحواوشي في الفرن. والحواوشي بنعمله في الفرن هنا؟ ما تعملي حواوشي من فيها حواوشي. لا خلينا في الحاجات ديت عشان ما يجوز الصحي يقرفون. خليني في الحاجات اللي اعرف اعملها واسلك فيها. في الحاجات اللي ايوه تعمليها. ايوه دي المطرحه بقى اللي بتعملي عليها العيش. ايوه هم ثلاث. لا هم يعني يعتبر اثنين. ديت الصغيره ديت برح عليها، مرتبني بتناولني وارح عليها، وانا ارق على دي واشق وارميه في الفرن. ترقي وتشق. ايوه واحطه في الفرن.
هي اي واحده بتسقع يعني. يعني وبعدين اسكتي شوي. انت عارفه في رمضان بنفحم قدام الفرن هنا. انا جيت لك في رمضان وكنت خايفه. ما انا بقول لك بنفحم على ما نخلص خبيز بنروح مفحمين. ربنا الاعلى والاعلم بينا، وربنا يدينا على قد صبرنا. وادي الدقيق اللي احنا بنريح عليه اهوت. ده الدقيق اللي بتريح عليه. ايوه بنريح عليه العيش عشان ما يلزقش. ايوه ونقعد شويه كده بعد كده ايه نقوم نخبز، بس على ما العيش يرفع. لما العيش بيرفع بيريحنا في الخبيز. طول ما العيش لسه ما رفعش بيدوخنا ويبقى مش مظبوط. يبقى تقيل كده ومش حلو. يلا اختم الله. ويلا اختم الله. لا مش هنختم غير لما نشوف العيش. لسه هنعدي 10 دقايق. هبقى يعني عايز 10 دقايق كمان. خلاص تعمل لنا اول. شيل المشنه كده يا مشاهد اما نشوف. هنعمل رغيف ولا حاجه يا مشاهد. شيل المشنه كده اما نشوف. عملنا فطير ورقاق ونكمل العيش بقى. يلا نزود زود زود زود. سترك وعفوك ورضاك وحسن لقاك يا كريم. اللهم صل على كامل النور. بقى عشان الفرن كان شغال اول ما زودنا فيه اشتغل على طول. رجع ورا عشان امك هتقعدش هنا. رجع ورا عشان امك هتقعدش هنا. ارجع اول عشان امك هتقعد هنا. الحمد لله كما وصلت القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضل والدرجة الرفيعة. أسهل الله المقام محمد الذي وعدته. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين. كنا طبعا مستعدين لما الأذان يخلص عشان احنا هنتكلم والأذان شغال. بقول لك يا ستة هنونة مورين بيحطوا عند جوه كده حاجة اسمها جلة. ما عندنا جله بس ما بيحطهاش علينا يا خش ترس جله كده شادي من ورا. ايوه الجله دي بيقولوا ان هي بتقعد جوه كتير يعني الخشب برضو. الخشب والجله دول حاجه جميله. خليها يا ام شوشو ما تفرش. يلا وتعالي لنا. الاستاذ احمد بيقول اول مره اشوف بس مريح للاعصاب. والله يا استاذ احمد احنا النهارده مع ربنا يريحك كمان وكمان. يا رب قول كلمتين كده يريحوا الاعصاب بس. اقول لهم ايه؟ اقول لهم ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه.
كل عام وانتم طيبين. وطبعا احنا اليومين دول يوم مفترجه عشان ايام ولد النبي عليه الصلاه والسلام، ويعودها انعاد على كل ايام بخير وعلى حبايبكم. والسنه الجايه كده يا رب نتقابل عند الرسول كلنا واكون خدامه لكم هناك. هاخد لهم فطير هناك بقى؟ هاخد لهم كل اللي هم عايزينه. هاخد لهم كل حاجه حلوه. خد يا مشا سكي. بص يا ست الكل بقى، احنا بنيجي نشتغل اهوت. اللهم صل على النبي. تفتحي؟ ايوه. تفتحوا بقى ناطر شويه. ايوه تجيبوا لي هنا. اهدى يا معلم، اهدى يا كبير وهاتك بيه. اهدى يا معلم. لا بقول لك ايه، ده الصحة هبلة ولا ايه؟ ما لا. شوفي يا ستوكول. تمام. بصي بصي الحركة دي. اه يعني لازم تقسميه كده. ايوه. شفت شفت الحتة دي؟ ايوه ما هو عشان كده من شقاهو. شفت شفت الحتة دي بقى شفتي؟ ايوه اهو. بسم الله ما شاء الله. ما احنا ممكن الشقاوه بعد ما يطلع برضه. لسه بدري عليكم، التكنولوجيا ما جاتش عندكم لسه. التكنولوجيا ما جاتش عندنا. اه الجله يا استكون. ادي الجله. احنا عنين ده، احنا عنين. ايه رايحين شويه ولا اهو بتروحوا على طول؟ اهو اعملوا على ايديا كده وخلاص. استاذ احمد بيقول لك بص بص الحته دي. عيني ثواني. اه ثواني يا ثواني هتوريك ايه. بص بص الحته دي. بص بص الحركه دي. زولي يا ام شاه. شاطره يا ام شاه. واحنا على الليف بنبوظ يا ام شاه. امال بره الليف بتعملي ايه؟ ما بوظتش حاجه يا حبيبتي. مفيش حاجه ابوظ. بص 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 الحته دي. شفناها. شفت شفت الحركه دي. بقول لك زمان او في ناس لحد دلوقتي. ايوه بيحطوه في الفرن وبعدين يطلعوه يشققوه. التكنولوجيا لسه ما عدتش عليهم. لسه يعني التكنولوجيا بتقول ان احنا نعمله قبل ما نحطه. ايوه التكنولوجيا لسه ما عدتش عليهم. طب ورينا بقى الانتاج بتاعك من الفرن. بس اي مستوي؟ طيب لسه ما استواش. ده هو انت فاكره بحطه على الشمس واطلعه؟ ده دي عيش. يا استاذ احمد بيتقالك يا شاهد العروسه ولا غيرها؟ دي الجنه الوسطانيه. دي الوسطانيه فيها اكبر منها وفيها اصغر منها. دي بقى في شاهد الاكبر منها؟ الاكبر منها شاهد، والاكبر منهم كلهم هاني. حاطط عينه على شاهد؟ والاكبر منهم كلهم هاني. المستشار هيثم بيسال هو ايه ده؟ ده يا فندم عيش. عيش ايه؟ عيش قمح مشقق. شوفي يا ست الكل، شوفي الرغيف ده هو ده. وهو في الفرن اهو. اه بص بص الحركه دي. شفت شفت اللقطه دي؟ حد بقى يعرف يعمل زي ست هنونه؟ لا ازاي؟ انت بتعملي كل حاجه. شوف يا استاذ كل. انت عندك بصل وكتير. ايوه يعني. وعرايس. وعرايس يا ست الكل. عرايس كمان. لا ده الاستاذ احمد كمان ما يعرفش العروسه هنا في المنوفيه بتجيب ايه؟ ده بتجيب شوي شويات. قولي له ده غير الفطير، ده دي حاجات بقى كده يعني الرفايع. ايوه لا 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 ده في حاجات للحمه وحاجات للسلايف وهدايا وموال ثاني خالص. لا ما توسعش قوي سلايف من هكسيهم طول العمر ولا ايه؟ لا ما توسعش. جيبي بقى كونتري لكل واحد بقى. ده كل عروسه في القاهره غير هنا خالص. ده كل عروس بتاخد لها كام؟ و30 طقم سرير. كام و30 طقم سرير؟ ايوه انا سمعت فعلا ان في ناس بتجيب 50 طقم سرير. زي ما يكونوا مش هيجيبوا حاجه تانية في العم. وثلاجه وغساله فوق الاوتوماتيك. وانا اقول لك فوق الاوتوماتيك وتحت الاوتوماتيك. فوق الاوتوماتيك وتحت الاوتوماتيك. ايوه يا باشا. اه وما خطرتش على بالك يوم تسال عني يا مسهرني. هيسأل عنك ان شاء الله. هيسأل عنك. في شحن من السعوديه. بص يا استاذ متولي، الكشك جابتها صريحه. بص انت بس تبعت لها تأشيرة. دعوه دعوه ومالكش دعوه. وانا حاجه اظبطك هنا كل حاجه. قولي له بقى، قولي لك في شحن من السعوديه. بص يا عسل،
نص يا عسل. ده العيش مش عارف. ايوه العيش الجميل ده هو من الفرن البلدي من عند ست هنون. شوفوا بقى ست هنون بتعمل لكم ايه. شوفي ده العيش ده اسمه عيش مشاوي ولا عيش ابابير؟ اسمه عيش لا مش ابابير. الابابير بيتبطط ولا بتتعمل. الابابير ده ايه؟ الابابير عيش بدقيق. ورينا المشانه كده بس ما طلع بس. حاضر اه شوفي الرغيف بيطير في الهواء. اه شوفي ايه الجمال ده. الله اكبر حلويات يا فندم. لو بتتابع ابو كبير ميديا احنا لسه كنا حاطين جهاز عروسه تقريبا من اسبوع ومن اسبوعين. جهاز عروسه في المنوفيه. عايزه حضرتك بس تعمل كده في الفيديوهات. نسيت العزال كان قد ايه تقريبا. كانوا 30 عربيه 30 عربيه في احد في قريه في مركز اشمون كنت منزلاها انا. 30 عربيه كان عليهم تقريبا فوق ال 50 طقم سرير. فوق الاجهزه حاجه صعبه جدا جدا يعني بجد. بيجيبوا حاجات كتير ما شاء الله. يعني انا بفتح والله كل الناس انها تتجوز من المنوفيه. ولو انت متجوز برضك عادي اتجوز على مراتك عادي. اتجوز على ليه بس كده؟ ما هتجيب لك بقى. ليه بس الستات علينا ليه؟ خلينا قاعدين في حالنا. لا اتجوز على مراتك ما يهمكش. لا لا الزوجه الثانيه لا. شوفوا شوفوا يا صبايا اسمعوا شوفوا الحكايه. شوفوا شوفوا يا صبايا كل المأكولات فول طعمية لحمة ملوخية ملوخية. حاجة هيبقى بجد هيبقى بالأرانب ولا بالفراخ؟ الملوخية بالأرانب ولا بالفراخ؟ اه الاتنين حلوين. أنا بالفراخ حلو. بالفراخ أجمل. اه في ناس بتحبها بال الاستاذ اللي كان بيقول لي بص بص الحلقه دي استاذ احمد. استاذ احمد اهو بص بص اهي بص بص اللقطه دي. استاذ احمد بيقول لك ما شاء الله خد دي يفتح النفس. والله بعد بغض النظر النار من إيه؟ انت اللي جميل وعينك جميله وبتشوف الحاجه حلوه. يا فندم هو الجله اللي احنا قلنا عليها دي بص حضرتك هناك بعيده ملهاش دعوه خالص بالخبز. هي كانت حاطه اصلا خشب وحاجات من دي. انا اللي قلت لها بجد انا سمعت عن الجله. الجله مولعه يا فندم. بتاع البيت بتاع الليمون بس شوف بعيد خالص بعيد خالص. هي دوبك مجرد ان هي نار يعني الريحه اصلا ما بتجيش. يا حلاوتك يا جمالك. كمان انا اللي سالتها عليه انما غير كده هي بتحط خشب وبتحط حطب. شايفه الفرن شايفه العيش في الفرن بيعمل ازاي؟ طلع مرتفع ازاي؟ اهو الخشب هو اللي بتحطه. انا اللي سالتها عليها يا فندم والله وجابتها. انا يعني هي خلاص يعني يا استاذ احمد لا احنا هنحط بعد كده خشب وحطب وحاجات. انا اللي سالتها عليها يعني. بس والله بجد طعم الرقاق الخاص جميل جدا. انا بجد يا جماعه والله اول مره بس انا كنت فاشاه يعني. انا كنت بسمع عنه اللي هو الفطير اللي باللبن الرايب مش الرقاق. فهي بتحط اهي تحط خشب خشب. اللهم صل على النبي. ورينا. حاضر ما قدامك. مش عارفه تجيب تخش تجيب الصاجه. مش عارفه تخش جوه تجيب الصاجه كده. ما ينفعش تحطي ده على صاجه كده يعني. ما لازم يتحط على لازم يحط في المشنه عشان الصاجه هتخليه يعرق ويعجين. لازم المشنه عشان تهويه. بس على ما اطلع الباقي. يا اوريكم شقه ولا اتنين. لازم تشوفوا كل حاجه كده بحلاوتها. الاستاذ مصطفى بيتكلم عن المرايكه بجد. المرايكه والله فعلا بيعملوا اكل حلو كتير والله. الاستاذ مصطفى ده والله شو طيب. لا والله يا فندم هروح بكتير. انا هاجي عندها ونجيب شو كتير طيب. انما العيش انا اكلته هنا الصراحه. السلام عليكم. بجد جميل جدا يعني. انا بنصح الو حد ايوه مع حضرتك يا ست الكل. الله يسلم حضرتك يا فندم. انا ما كنتش لا انا ست هنونه نفسها بس انا عندي تصوير دلوقتي يا فندم. بس بصور العيش. ماشي يا فندم. ماشي شكرا. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. لو بعت الابيض او اي حاجه ده اسمه رقاق. يا عسل يا عسل يا عسل. ايوه
يا عسل يا عسل يا عسل يا ست هنونة يا عسل يا ست هنونة يا عسل. احمد بيقول لك عايز يتابعك على الكيوي. ماشي شوفني على الكيوي. الكيوي. يا استاذ احمد هتلاقي ست هنونة بالعربي وعلى التوك توك. يا فندم شقة العيش ديت هديها مني ليك تاكل بها احلى فول وطعميه. فول وطعميه على الظهر بقى كده. لا ياكل بها ملوخيه. ملوخيه. ياكل بها اي طبيخ. قولوا رقم التليفون يا ست هنونة. 010 90 6 71 656. وبص بص الحركه دي، شفت شفت اللقطه دي، الله اكبر الله اكبر. اهدى يا ولاد. ايه العيش اللي في الفرن؟ ما تخافيش يطلع حال. يا حلاوتك يا جمالك العيش وسط الكل. يا حلاوتك يا جمالك خلت للحلوين. ايه الابابير؟ الابابير بايابس شويه عن كده، ناشف شويه واتبطت بالدقيق واتشق على المطرح. ده يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله ما شاء الله، يعني عيش سخن سخن على ايدي سخن على ايدي سخن على ايدي. واكيد اكيد مليون في الميه هدوء قبل ما امشي. اكيد طبعا. يا حلاوتك يا جمالك خلت للحلوين. ايه بص بص واتفرج. جميل جميل يا انت اللي جميله يا جميل. ربنا يبارك لك ويديك الصحه وطول العمر. اتمنى انك قاعده قدام الفرن بجد طول الوقت يعني. الحمد لله على كل حال ولكل مجتهد النصيب، وربنا يجعلنا من المجتهدين يا رب. وهو بيقب صواريخ اهوت. اللهم صل. احمد بيقول الله شويه جبنه بمش بقى وطبق قشطه. يا سلاطين يا صلاه النبي. لسه والله حالا يا استاذ احمد كنت بسالها على جبنه قديمه. عندنا اخبار الجبنه القديمه ايه دلوقتي؟ عسل ابيض. عندنا جبنه قديمه خاليه من اي شوائب. أيوة. خاليه من القوارض والزواحف والمش. عسل 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 عسل. شوفي يا ست الكل، شوفوا شوفوا يا صبايا يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيبنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يا جماعه لو سمحتوا اللي بيدخل معانا على التعليقات، يعني احنا كلنا النهارده يعني قاعدين مع بعض قاعده كويسه بنشوف الفطير بنشوف الحاجات الحلوه دي. اللي عايز يدخل ويتكلم ويعلق تعليقات كويسه، يدعي للسيدي دعوه كويسه، يسال على حاجه، اهلا وسهلا بيه. اللي عايز يتكلم عن الموقع، يعني اكيد كل موقع بيعرض الحاجات، الحاجه اللي عاجباك ممكن تتفرج عليها والحاجه اللي مش عاجباك برضه ما تتفرجش عليها. النهارده بجد مع ست عظيمه جدا. الله يبارك فيك يا فندم. والله العظيم بجد يكفي انها قاعده قدام الفرن عشان تخلص حق الناس. يكفي انها يا حبيبتي يا حبيبتي قاعده في بيتك ولا قاعده في مروحه يا حبيبتي. انا قاعده في الغيط جنبي قش من كل ناحيه. انا قاعده في الغيط. اللي عايز يتضيف فعلا يجي عند البيت وانا اوريه الشقه شكلها ايه، وريه الانتريه شكله ايه. طبعا انت عندك احلى حاجه. انا بتكلم عن الناس اللي بيدخل بيتكلم عن الموقع، بيتكلم عن الظروف اللي احنا فيها. احنا دلوقتي جايين النهارده وعندها زياره ونتفرج على الحاجات الجديده اللي هي بتعملها. والله حد حابب ان هو يدوق من ايديها تمام، محدش حابب، هي بتقول لكم برضه نصايح يعني فطير وعيش ووراق خطف، معرفش مين اللي خطفه. خطفه حد خطفه غير اكيد حد خطفه بس ما شاء الله طبعا. غير بقى الرواق الغطس اللي احنا عملناه في رمضان تقريبا. الاستاذه زهره بقى بتقول لك العجينه، عجينه ايه يا استاذه زهره بالظبط؟ معلش عايزه عجينه الفطير ولا عجينه العيش ولا عجينه الرواق الخضر؟ استاذه زهره ممكن ترد علينا. خلينا في العجين اللي احنا بنعمله ده، اللي الطريقه بتاعته يا استاذه زهره. العجين ده اسمه عجين قمح بدقيق الغله، عباره عن دقيق منخول كويس جدا ومحطوط بشوية ملح وشوية خميرة، سواء الخميرة فورية أو عادية. اللي متاح معاها. تجيبه بقى قد إيه؟ وتحط عليه مية قد إيه؟ بتحط عليه هي على حسب يعني، هو مش بالمعيار، على حسب الدين ما بياخد.
بس اي تبقى طريه ومش ناشفه عشان لما تيجي تشرحي كده تنفرد معاكي. وبيقعد يخمر قد ايه؟ حوالي ساعه الا ربع على حسب المكان. ايوه يا ست الكل. ده العيش اللي قمح. ايوه. ده اللي قصاد الزهره اللي هي عايزاه ولا عايزه حاجه ثانيه يا استاذ الزهره؟ اسالي برضه يعني لو حضرتك عايزه اي حاجه براحتك يعني. اسالي يا ست الكل وكل اذان صغير. الاستاذ احمد بيقول لك في شحن الكبده؟ في ياخدني معاه وانا اروح اشحن هناك اللي هو عايزه. تقول لك خدني معاك. هتروح تعمل لك حاجه هتاخد الفرن معاك بقى ولا لا؟ انا هبنيه هناك، انا هاخده ليا، انا هبنيه هناك. هتجيب الفرن هناك. ايوه. الطين والمانجا. ايوه والطوب والطين. الطوب والطين. بصي يا استاذ احمد، ست امنا جابت لك من الاخر. يعني انت لو هتاخدها معاك كندا هتعمل لك الاكل وهتجيب بقى فرن. حاشا هياسك. حاشا هياسك. حاشا هياسك. شوفوا شوفوا يا صبايا. اسمعوا وشوفوا الحكاية. العيون سودة وجميلة، في الجمال مفيش نهاية. يا سمارة انت غاية في الجمال. شايفة؟ اللي عنده من ده كداب يا ريس. اللي عنده من ده كداب يا ريس. ده كده انت بتقعدي تلحي فيه بقى كتير. مين اللي قال الكلام ده؟ بتحي. ايوه بشيله بفرده عليه. ما دام العيش يطلع قدامك من الفرن جميل تستخسري فيه حاجه ليه؟ شايفه؟ شوفي 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 تستخسري فيه ليه؟ ان انت تريحي وتعملي وتظبطي امورك بحيث ان هو يطلع من الفرن يتكلم عن نفسه. يتكلم عن نفسه وريحته يا جماعه جميله جدا. يتكلم بقى اللي هو اتكلم عن نفسه. قال لي كده بقى لما اتكلم انا ما سمعتوش. ريحه العيش لوحدها وهي طالعه من الفرن دي لوحدها. انا لما اكون معديه. ايوه بسم الله بسم الله بسم الله. شوفوا يا جماعه ايه رايكم بقى؟ نقفل بقى اللايف على كده. يلا اخر حاجه بقى اخد العيش بقى واقفل اللايف. نقفل اللايف. يلا بسم الله ما شاء الله. احنا كنا معاكم النهارده اعزائي المشاهدين العيش الجميل ده، وكمان عملنا الرواية الخاص ده، وكمان عملنا الفطيره وراء وعيش. ما شاء الله يعني حاجه جميله جدا. يلا يا ست هنونه احكي لي كده، قولي اي كلمه حلوه كده للمشاهدين قبل ما نقفل. اقول كلمه حلوه؟ سكر ولا اقول لك هريس؟ كلمه حلوه اهي. كلمه هريس سكر او هريس. طب بسبوسه تمشي معاكم مشبك اكيد بقى. اقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وينعاد عليكم الايام بخير، وما نحرمش منكم ابدا ولا من سؤالكم علينا، ولازم ان شاء الله من غير ما اقطع كل لايف تخش معاها تشرفوني كده وتقولوا لي الكلمات الحاجات التعليقاتكم الجميله دي. انا اسعد. أنا أسعد منكم كتير لأنكم أنتوا حبايبي. تسلمي تسلمي. ماشي يا روح قلبي.